طيب خلينا نبتدي لعبتنا الأولى. معانا 20 بوكس هيبقوا على الشاشة، هنختار منهم 10، ورا كل بوكس سؤال. هنختار ايه أول رقم؟ أول بوكس الرقم بتاعي رقم 3. خلينا نشوف 3 ورا ايه. ما هو أفضل موسم ليك في مسيرتك التدريبية؟ الموسم هم بصراحة موسمين يعني وفي المقاولين العرب المقاولين. يعني أفضل موسم اللي أنا مسكته كان الفرقة عندها 9 بونت، 9 بونت وخلاص الفرقة كانت هتنزل، وكان في الدور الثاني نفس اللي حصل مع بتروجيت، بس الحمد لله في الدور الثاني جمعت 32 بونت. والموسم الثاني اللي هو اللي بعده اللي هو آخر موسم سبته في المقاولين العرب، مشيت حوالي 9 مباريات أو أول وتاني الدوري مع الإسماعيلي، كان الأهلي عنده ناقص له ماتشات متأجلة، فتنيتني ماشي أنا والإسماعيلي أول تاني، وده كان لغاية الماتش التاسع. كنا رايحين نلعب المصري في اسكندرية، واتظلمت أنا حتى ساعتها وليا كده حديث وأنا منفعل كده إن أنا اتظلمت بضرب الجزاء، وهو ده اللي بعدنا شوية عن المنافسة. إن الموسم ده كنا طالعين كويس قوي، وبحمد ربنا على اللي عملته في المقاولين العرب. الحمد لله احنا الثلاث سنين المواسم اللي مسكتهم في المقاولين عملنا شكل كويس قوي فيهم الحمد لله. طيب خلينا نختار رقم كمان. نختار رقم 7. 7. ايه هي ما هي اغلى لحظه في مسيرتك قبل الاعتزال؟ اغلى لحظه هي وانت بتاخد البطوله. يعني الخمس بطولات دول اغلى لحظه ليا، بالذات البطوله بتاعت نهائي افريقيا. احنا كسبنا 4-0 ودي كانت احلى لحظه في حياتي. البطوله دي كانت عزيزه قوي على قلبي، وهي دي الوحيده اللي خدناها في افريقيا يعني كجيل انا. خدناها وجبت جونين في الماتش ده، وخدت هداف افريقيا انا وكابتن علي عاشور، قسمنا الجايزه، وكانت احلى لحظه ليا واحنا بنتوج ابطال افريقيا في 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 مصر. كانت الاغلى بالنسبه لك الأغلى في افريقيا. طيب خلينا نختار رقم كمان. انا بحب الارقام الفرديه، خلينا في 11. من هو اصعب مدير فني واجهته في مسيرتك وانا بلعبه؟ والله في مديرين فنيين كتير جدا، بنقعد نلعب بعض من بره الملعب ونقعد. طيب هتقول لي واحد اجنبي وهتقول لي واحد مصري، يعني مدير فني أجنبي ومدير فني مصري. مدير فني مصري حسام حسن. بيبقى في نقر ونقير بينه وبينه كده، ونقعد نقرا بعض ونقعد نغير كل شوية، وممتع ممتع. خلي بالك حسام حسن كابتني وحاجة جميلة، وكل مراوغ ايه؟ مراوغ الكابتن حسام حسن؟ يعني بتقولي طول الوقت ان احنا مراوغ. بنقرا بعض؟ لا مراوغ طبعا. طبعا بنقعد نحن بحب ماتشاته جدا. يعني بتحس ان الجيم ما بينك وما بينه رايح شطرنج؟ مش في مدير فني انت ممكن تقراه وتغير فتسيطر على الجيم بسهوله؟ لا لا، مدير فني يفضل يلعبك. بنلعب شطرنج بالظبط انا وحسام حسن. بحب ماتشاته جدا جدا، بنقعد نقرا بعض، وقعد بالذات في التغييرات يعني كل شويه بيحب يغير، يحب يغير شكل اللعيبه، فبصراحه يعني بحب ماتشاته بصراحه. ومين اجنبي؟ اجنبي مش مركز قوي بس انا نسيت اسمه، انا بحبه يعني، اللي كان ماسك بيراميدز السنه دي وكان ماسك الاسماعيلي، هو ده اللي كنت بحب الاقي يعني فاهمين بعض. كان ماسك دي صبر؟ ايه دي صبر؟ دي صبر. دي صبر دي صبر بالظبط هو ده. لعبته في الموسم اللي انا كنت ماشي فيه اول في المقاولين، وهو كان ماشي فيه اول واحنا كنا مع بعض. بان الماتش الرابع او الخامس في الدوري وكنا احنا الاثنين اول. رحنا لعبته هناك، كان ماتش حلو قوي، كنا كاسبين 1-0 وجالنا ضربه جزاء ومحمد فولو ضيعها، كان هيبقى 2-0 كان الماتش خلص. في الاخر هو اتعادل معايا، جه شكرني بعد الماتش وقال لي انت عامل فرقه محترمه وفرقه كويسه قوي وبشكرك عليها. قابلنا بعض تاني امتى؟ قبل النهائي وانا ماسك بتروجيت. وصلت قبل النهائي بكاس مصر مع بتروجيت واحنا في الدرجه الثانيه، لعبناهم وكان هو ماسك بيراميدز، افتكرنا بعض وخدنا بعض في الحضن واحضان وكده. فيعني ده من المديرين الفنيين المحترمين واللي بحب العب قدامهم. طيب خلينا نختار رقم كمان. خلينا في 19 ممكن. 19.
أيهما تعتبروا الجيل الأفضل في تاريخ المقاولين؟ 1981 ولا 2005؟ مش عاوز أظلم حد بصراحة، هقول لك حضرتك ليه. الناس تعبت جدا كل جدا. جيل لا ده كل بص اللي بيجيب بطولة في نادي المقاولين العرب ده يتعمل له تمثال. انك توصلي وتجيبي بطوله في نادي المقاولين العرب زي ما اقول لك صعب جدا الفرقه دلوقتي تاخد بطوله. انما ما ننساش طبعا اللي عمله النادي المقاولين العرب، الجيل الذهبي اللي جاب بطوله افريقيا والدوري العام سنه 82 و83، ودولت من ضمن الثمان بطولات اللي جم النادي، خدوا ثلاث بطولات انا ما حضرتش معاهم. في الجيل الوسط نقول عليه الجيل الفضي، الجيل الفضي اللي هو كان الجيل بتاعي اللي احنا خدنا فيه كاس مصر 90 وكاس مصر 94 وكاس افريقيا، خدنا فيه ثلاث بطولات. والجيل اللي بعد كده بتاع الكابتن حسن شحاته اللي انا برضه عاصرته، خدنا فيه 2003 كاس مصر و2004 السوبر. بصراحه ما اقدرش اظلم حد، يعني ده سؤال صعب جدا. الثلاث اجيال تعبوا وبدمهم عملوا بطولات في نادي المقاولين العرب. كل جيل وليه طعم خاص في الحقيقه. في بدايه الحلقه النهارده كان معايا بيل انطوان، الله يعني كان معانا في الحقيقه واستمتعت جدا بالسكايب معاه، وهو برضو سطر تاريخ طبعًا مع المقاولين العرب، رغم ان انا مع جدا ان الحراسه المرمى يبقى مصري خالص، ولكن بيل انطوان اكيد كمان من اساطير في الحقيقه في الدوري المصري. يا ريتني كنت لحقت، كنت في الطريق، يا ريتني كنت لحقت اللقطه دي. بيل انطوان حاجه جميله وفرق جدا جدا مع الجيل الذهبي، هو وعبد الرزاق كمال وقولة، كان لعيب اسمه قولة كنا جايبينه من السودان، كانوا الثلاثه دول فارقين مع الفرقه جدا، هم العمود الفرقه. طبعا ما ننساش بقى بقيه الجيل الذهبي، الجيل الضخم، مش هقول لك عليهم ليه، عشان هم 18 لعيب كلهم رجاله وكلهم شالوا، فما اقدرش انسى حد يعني. فجيل جميل، وبيل انطوان ده حاجه جميله ومشرفه للنادي. كابتن حسن شحاته برضو جاب حارس مرمى داوودة ديادي برضو كان هايل وكده، فلولا بس لغينا الاحتراف ده كان هيكمل في المقاولين العرب. خلينا نشوف هتختار رقم ايه كمان. ممكن اخد بقى رقم 12. 12 هل ترى المدرب المصري يتعرض للظلم احيانا بسبب عقده الخواجه؟ طبعا انا مع الكلام ده. في مدربين مصريين هايلين وشغالين كويس قوي. السنه اللي فاتت لو حضرتك تلاحظي كل المدربين الاجانب كلهم وقعوا، يعني بدانا الدوري غير حوالي بتاع 8 مدربين ولا 7 مدربين اجانب مشوا. المدرب بتاع الجونه مشي ما كملش، المدرب بتاع النادي الزمالك مشي ما كملش، بتاع بيراميدز غيروا 2 اجانب. انديه كتير غيرت اجانب، الاتحاد غير، كلهم مدربين اجانب وما ظهروش في مصر عكس المصريين حافظين الدوري المصري بيجتهدوا. في مدربين شباب جد هايلين طالعين. انا شايف المدرب المصري مظلوم وعشان عوده الخواجه اللي احنا طالعين بيها. اوقات بتبقى يعني بيقول لك انا جبت مدرب اجنبي عشان اهبط الجمهور، يعني ساعات بتبقى الانديه الجماهيريه، لو هنقول مثلا زي المصري زي الاتحاد السكندري، الانديه دي الاسماعيلي كمان، يعني الانديه الجماهيريه ساعات بتطالب بمدرب على اعلى مستوى، ممكن تجيب خواجه ما يبقاش حد عارفه اصلا، بس فكره ان انا اهو ارضاء للجماهير. بالظبط بالظبط، خلي الجمهور يسكت بس ما يزومش عليهم، هي دي النقطه بس اللي بيتكلموا فيها. انما والله كذا مدرب بيجي بيضيع له بتاع 3 4 ماتشات اثناء الدوري على ما يتعرف على اللعيبه، وبعد كده 3 ارباع اللي بيجيبوا مدرب اجنبي مش عارفين شغله مش عارف شغله ايه. ويعني بدون ذكر اسم في نادي كبير في مصر جاب مدرب بيعتمد على الحته الدفاعيه قوي قوي، وهم اصلا فرقه كبيره يعني عايزه، فاللي بيتعاقدوا مش عارفين شغل المدرب ده ايه اصلا. ودي اهم نقطه، المدرب ده هيمشي مع السيستم بتاعي ولا لا. انا النهارده في نص الجدول ولعبتي متوسطه، اجيب مدرب كان ماسك النادي الاهلي بيلعب جيم مفتوح على طول مش هيمشي معايا. فلازم ابقى وانا بختار المدرب ابقى مركز هختاره ازاي. طيب خلينا نختار رقم كمان. ممكن 13. 13 مين هو افضل لاعب دربته في المقاولين العرب؟ والله لعيبه كتير، بس انا شايف طبعا محمد صلاح ما فيهاش كلام، بس خلي محمد صلاح والنني طبعا مرنتهم حوالي 3 سنين خليهم على جنب. انا من احسن اللعيبه اللي مرنتها في الدوري المصري محمد فاروق. عنده سرعه ايه وقوه ايه ومهاره ايه
وبيلعب بالهيدرز، واهم حاجه فيه انه بيرجع يدافع. يعني خلي بالك ان المهاره دي كلها مش موجوده عند لعيبه كتير، مش موجوده عند حد، فتلاقيك في حاجات كتير قوي. ونفس الكلام طاهر، طاهر اللي طاهر محمد طاهر راح النادي الاهلي، في مميزات كتير جدا عنده، سرعه وقوه ومراوغه فانما طاهر انت رايح نادي كبير، لازم العقليه تتغير اكيد، لازم. طيب خلينا نختار رقم كمان، ممكن رقم 5. 5 ايه هو سبب عدم انتقالك للاهلي لما كنت لاعب؟ الاهلي والزمالك، انا رحت قعدت مع بتوع الاهلي بتاع 3 مرات، والزمالك حوالي برضو بتاع 3 مرات. الزمالك يمكن قعدت مع كابتن محمود سعد مرتين كل سنه، وهاني زاده والنادي الاهلي الله يرحمه المرحوم ثابت البطل قعدت معاه كذا مره، ورحت شقته وخلاص كنا هنمضي. بس اللي كان بيمنعني صلاه الاستخاره، يعني والله بجد انا كل ما اخلص اروح البيت اصلي صلاه الاستخاره الاقي لا، وانا نجمي في المقاولين بتقفل بقفل. ووالدي كنت بستشيره على طول، والدي الله يرحمه تحب اسمع كلامه، فكان على طول يقول لي لا ما انت في المقاولين ومحبوب في المقاولين بلاش تمشي. فدي النقطة اللي كنتش بمشي بيها. طيب خلينا نختار رقم كمان، ممكن 1. 1 حسب رؤيتك لماذا رفض محمد صلاح الانتقال للأهلي خلال فترة تواجده في المقاولين العرب؟ أنا كنت قاعد في الحديث ده كان مع الباشمهندس محمد عادل. محمد صلاح كله ساهم في النجاح بتاعه بصراحة، يعني بتكلم حتى المشرفين على الكورة، كان أسامة السعيدي موجود وشريف حبيب موجود ومحمد عادل، الثلاثة تابعوا البتاع. بس أنا كنت قاعد في اللحظة دي، محمد الباشمهندس محمد عادل قال له جالك عرض من الأهلي، قال له يا باشمهندس أنا عايز أحترف، وده اللعيب الوحيد اللي حصل فيه كده. قال له لو يعني لو ينفع أطلع أحترف، قال له يا ابني الاحتراف مش يعني ممكن تروح وما تفشل، قال له لا هروح أختبر يعني. فأنا كنت موجود في اللحظة دي، وراح فعلا سويسرا واختبر وربنا كرمه، وده اللعيب اللي عايزه، وده اللعيب اللي حضرتك بقول لك كل اللعيبه بيجي لهم اهلي او زمالك بيقوم قابلين الترابيزه وجارين عليه. دي كانت رغبته الاحتراف، دي كانت قراره. طيب خلينا نختار رقم كمان، 9. 9 مين هو افضل مدرب مصري حاليا في الدوري؟ حاليا دلوقتي اديها لعماد النحاس. عماد النحاس يعني في مدربين صراحه كتير، بس انا بتكلم حاليا يعني كلمه حاليا، لا عماد النحاس، كابتن عماد النحاس ماشي تاني الدوري وماشي كويس قوي فرقه المقاولين، والحمد لله مفنش الدور الاولاني كله تاني الدوري. اخر رقم هنختار ايه؟ ممكن ناخد بقى حاجه زوجيه، هناخد 10. 10 مين هو افضل من زملته في الملعب؟ ده سؤال محرج جدا. ليه؟ ده انا عدى عليا اجيال بقول لك 5 بطولات حبايبك كتير. انا عدت كتير قوي في. طب مين اكتر واحد كنت بتحس ان هو بيفهمك جوه الملعب؟ ما هو بيفهمني؟ لا بيفهمني حاجه تانية. طيب خلينا في الملعب، بيفهمني عبد الستار صبري. عبد الستار صبري كنا اقوى جهه شمال في مصر خلي بالك، وده العروض كان بيجي لي الاهلي والزمالك بسبب عبد الستار صبري. تمام. عبد الستار صبري كنت بعمل ايه؟ انا كنت هداف الفرقه مع عبد الستار صبري. يعني انا جيت في السنتين اللي هو لعب معايا دولت، انا جايب فيهم 23 هدف وانا باك شمال. عبد الستار صبري يقول لي اديني كرة واجري ما تقلقش، كان بيبقى حالي 2-3 او حاطط له كره في رجله واجري وعاملها لي يطلع منهم زي وعاملها لي الاقي نفسي رايح انفراد. بتفرق كتير مع اللاعب لما لا يكون في كبير حد لعيب كبير. وعبد الستار صبري من احسن اللعيبه اللي جت في نادي المقاولين. دي كل التحيه طبعا والتقدير.